كيف نصنع زينة معلقة من السقف للمناسبات؟ نحتاج إلى ورق كورنيش، ورق زينة، لاصق، صمغ، مقص وخيط شفاف. طريقة الزينة الأولى: نقوم بقص ورق الكورنيش إلى نصفين. نقوم بقص الأطراف من ورق الكورنيش إلى قصات كثيرة حتى المنتصف تقريباً. نقوم بفرد ورق الكورنيش وتعليقه. أصبحت الزينة جاهزة. طريقة الزينة الثانية: نقوم بقص ورق الزينة إلى 8 دوائر. نقوم بطي الدوائر إلى نصفين. نقوم بلصق الدوائر ببعضها بواسطة الصمغ. عندما نصل إلى الدائرة الأخيرة، نقوم بوضع الخيط الشفاف في المنتصف ونقوم بتثبيته باللاصق، ومن ثم نلصق الدائرتين معاً بالصمغ. أصبحت الزينة جاهزة. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.